نريد أن نبحث ونتباحث في هذه النقطة المهمة التي تتعلق بالقطاع الصحي. أي ثورة هذه نشهدها اليوم؟ أعتقد أننا يعني نشهد اليوم في المغرب يعني ثورة اجتماعية يعني غير مسبوقة في المغرب وغير موجودة في المنطقة وحتى في يعني أغلب دول العالم. يعني أن تكون هناك تغطية اجتماعية لجميع المواطنين، يعني هذا تحدي اقتصادي واجتماعي وأيضا تحدي للقطاع الصحة وكل يعني مكونات الخدمات الصحية والعلاجية بما فيها التجهيزات، ولكن أساسا العنصر البشري. فعندما نقول إن 22 مليون يعني شخص إضافي وعائلاتهم طبعا ستنضاف إلى المستفيدين من التأمين على المرض والتغطية الصحية يعني في كل يعني شقيها يعني العلاجي وأيضا الدوائي، هنا يعني نكون أمام تحديات يعني كثيرة. أولا التحدي المالي، لأننا نعلم أن قطاع الصحة أو وزارة الصحة أو القطاع كله يعني الميزانية هي حوالي 20 مليار درهم، وبالتالي تبدو أن هذه الميزانية ربما ضعيفة إذا قرنت بما هو مطلوب منها في إطار يعني التوجه الجديد الذي أعلنه جلالة الملك، والآن نشهد تنفيذ هذه الخطوات. الشيء الثاني وهو التوزيع المجالي للمستشفيات في المغرب، فنحن نعلم أن هناك تمركز، وهذا للأسف يعني يعود إلى عقود طويلة، هناك تمركز بالمستشفيات والخدمات العلاجية في عدد محدود من الجهات، خاصة يعني جهات كبرى، نحكي عن الرباط، الدار البيضاء إلى حد ما، مراكش وطنجة، والآن يعني أكادير والعيون وجدة يعني اتباعا. ولكن عندما يعني نرى يعني حاجيات المجتمع إلى العلاجات، هنا نعود إلى ما كان يعني أعلنه جلالة الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان في 2018، وهو إعادة النظر في المنظومة الصحية كلها بما فيها التأهيل البشري وبما فيها فتح المجال أمام الاستثمارات وإنشاء العيادات وتأهيل العنصر البشري، لأنه اليوم نحن أمام تحدي كما قلنا عنصر بشري، وهذا طبعا سيجعل المغرب منفتح أمام الكفاءات وحتى يعني الكفاءات الوطنية. لا ننسى أن عندنا أكثر من 10,000 طبيب ومستوى عالي من الكفاءات في المجالات الطبية والعلاجية متواجدة في العالم، وهذه فرصة أنه هؤلاء الناس يعني يعودون إلى بلدهم أو جزء منهم وبالتالي يساهمون في هذا كما قلنا المشروع الملكي الوطني الكبير الذي سيمتد يعني على مدى هذه السنوات. الآن نحن في المرحلة الأولى هي استفادة 9 ملايين اللي تم التوقيع واتفاقية الثلاث أمام جلالة الملك في القصر الملكي في فاس، ستتبعها يعني الفئة الثانية والتي ستشمل يعني المهنيين الأطباء والمهندسين والمحامين والمهن الحرة وقطاع النقل، وصول أنه في 2022 سيكون هناك 22 مليون شخص يستفيدون من التغطية الصحية. هذا الباب الأول سيفتح لنا الباب الثاني وهو الباب المتعلق بالتعويضات العائلية التي تهم 7 ملايين ديال الأطفال. فبالتالي الكلفة هنا يعني تبدو بعيدة، لأن الكلفة يعني تقريبا 5 مليار يورو، 51 مليار درهم، 23 مليار درهم ستكون في إطار ميزانية الدولة وفي إطار تضامن وطني، ولكن 28 مليار درهم ستكون في إطار المساهمات والاكتتاب من طرف المستفيدين، وهذا سيفتح باب مهم جدا وهو إخراج القطاع المهيكل نحو القطاع المهيكل. وبالتالي هنا في هذا الورش الوطني الأستاذة هو أنه سننجح بثلاث مستويات، المستوى الأول هو المستوى العلاجي أو التغطية الاجتماعية والرعاية الصحية لكل المواطنين، والشيء الثاني وهو عدالة اجتماعية بين الأطفال ويعني لكل الأطفال في سن التمدرس، والشيء الثالث وهو إدماج تدريجي طبعا للقطاع المهيكل في القطاع المهيكل، وطبعا هذا سيؤدي في المحصلة إلى ارتقاء اجتماعي وتطوير يعني طبقة مستعرضة خاصة في الأحياء الفقيرة وفي عالم القرب.